بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ازيكم يا سمسات؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير يا حبايبي. النهارده ان شاء الله هنحل تيست 6 on units 8 and 9. هنحل الاختبار الثالث على الوحدتين الثامنه والتاسعه من كتاب بيت باي بيت. قبل ما نبدا احب اذكركم بالمسابقه. المسابقه لاكتر شخص يضيف اصحابه للقناه او قرايبه لجائزة مالية ان شاء الله تستلموها عن طريق التحويل لفودافون كاش او موبينيل او اتصالات. طبعا لو مش فاهمين يعني ايه تحويل فلوس لموبينيل او اتصالات او فودافون كاش، فماما وبابا هتلاقوهم عارفين. انا هحول لكم ان شاء الله النقود او الفلوس، يعني هتوصل لكم عن طريق التحويل. طبعا دي مسابقة شهرية، يعني في نهاية كل شهر هتستلموا الجائزة المالية. طبعا لأكتر شخص يضيف مشتركين جدد للقناة سواء بقى قرايبكم أو أصحابكم. وطبعا بعد ما الدراسة تنتهي برضو المسابقة هتفضل شغالة إن شاء الله. في الأجازة هنزل محتوى جديد على القناة، محتوى جميل جدا جدا هيعجبكم، هيفيد الكبار والصغار. يعني محتوى هينفع للكبار والصغار، محتوى جميل جدا جدا هيعجبكم قوي. وطبعا المسابقة مستمرة على طول، يعني طوال السنة في نهاية كل شهر، كل شهر في مسابقة هتستلموا الجوائز في نهاية كل شهر. أكتر اسم هلاقيه موجود في الكومنتات هو ده اللي هيفوز بالجائزة المالية. يعني أكتر شخص هيضيف أصحاب للقناة أو مشتركين للقناة هو ده اللي هيفوز بالجائزة المالية. ونبدأ على طول الفيديو النهاردة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول سؤال listen and circle، يعني استمع وضع دائرة. Number one، no I couldn't، letter B. Number two، I am from London، letter A. Number three، do you ever fly abroad، letter A. Number four، what did your kindergarten teacher show you، letter A. تاني سؤال listen and complete، يعني استمع وأكمل. هنا بقى الكلمة اللي بنسمعها بنكتبها في النوت. عندنا ديالوج حوار بين عادل وتوم. عادل وتوم، عادل بيقول لتوم can I ask you some questions، هل أستطيع أن أسألك بعض الأسئلة؟ توم قال له yes of course، نعم بالطبع، go ahead، تفضل. فعادل قال له where do you come from، يعني من أين أتيت؟ رد عليه وقال له أو من أين تأتي؟ رد عليه وقال له I come from England، أنا أأتي من إنجلترا. قال له did you see the pyramids، يعني هل رأيت الأهرامات؟ رد عليه وقال له yes نعم they are very exciting، يعني هم مثيرين جدا. I like them very much، أنا أحبهم كثير جدا. تالت سؤال choose اختر، choose the correct answer from A B C or D. Number one، كريم could catch a butterfly، كريم استطاع أن يمسك الفراشة. Number two، I can't lift the bag، it's so heavy، أنا لا أستطيع أن أرفع هذه الحقيبة، أو أنا لا أستطيع أن أرفع الحقيبة أو الشنطة، it's so heavy، إنها ثقيلة جدا. Number three، she is a female pilot، she flies a plane، يعني هي طيار أنثى، هي تسافر بالطيارة. Number four، can you build sand castles، هل تستطيع أن تبني قلاع رملية. Number five، when داليا was little، عندما كانت داليا صغيرة في السن، she couldn't count to ten، هي لم تستطع أن تعد حتى رقم 10. بعد كده where is she from، من أين هي، طوكيو من طوكيو. Number seven، does she ever have a co-pilot، هل هي دايما تستعين بمساعد طيار. Number 8، ليلى made a lot of friends at school، يعني ليلى صادقت أو كونت الكثير من الصداقات في المدرسة. بعد كده circle the odd word and replace it with a correct one، بنستبدل الكلمة المختلفة بكلمة مناسبة. Number 1، hard، enormous، exciting، tour، طبعا كلهم
adjectives صفات ما عدا tour بمعنى جولة، نعمل عليها circle بنكتب nice. nice يعني جميل أو لطيف. number two interview, flow, thought, through. كلهم أفعال irregular verbs أفعال غير منتظمة ما عدا interview، نعمل عليها circle بنكتب so يعني رأى. number three pilot, dentist, book, teacher. كلهم jobs وظائف أو مهن ما عدا book، نعمل عليها circle بنكتب دكتور دكتور. number four Friday, Monday, June, Sunday. كلهم أيام أسبوع days of the week ما عدا June، نعمل عليها circle بنكتب Tuesday. number five Monday, March, April, August. كلهم شهور ما عدا Monday، نعمل عليها circle بنكتب May. يبقى رقم أربعة كلهم أيام أسبوع ما عدا جون كده شهر، يبقى الكلمة المختلفة جون ونكتب يوم زي Tuesday. رقم خمسة كلهم شهور ما عدا Monday يوم، يبقى نعمل سيركل على Monday ونكتب شهر زي مي. بعد كده read the passage and answer the questions. اقرأ القطعة وأجب عن الأسئلة. Being a pilot is a hard job. كونك طيار وظيفة شاقة أو صعبة. عملك كطيار طبعا هذا وظيفة صعبة. ليه بقى؟ pilots work a lot of time يعني الطيارين بيعملوا كثير من الوقت يعني بيشتغلوا وقت كبير يعني. they spend all of their time outside their homes يعني هم بيقضوا all of their time كل وقتهم خارج منازلهم. but ولكن some people think the pilot's job is exciting. ولكن بعض الناس بتعتقد ان وظيفة الطيران او وظيفة الطيار يعني مثيرة. because he او she لانه او لانها سواء بقى مذكر او انثى travels a lot تسافر كثيرا او يسافر كثيرا and he visits many countries وبيزور يزور بلاد متعددة. my aunt captain سهى يعني عمتي أو خالتي، تنفع عمتي أو خالتي هنا بقى بمعنى خالتي أخت أمي لأن جاي عليها سؤال. my aunt captain سهى يعني خالتي captain سهى is a co-pilot مساعد طيار. she helps the pilot هي تساعد الطيار on the plane في الطائرة. she has an overseas flight once a month هي تكون برحلة جوية خارج البلاد مرة في الشهر. she likes her job هي تحب وظيفتها. number one captain سهى has an overseas flight once a month تكون برحلة جوية خارج البلاد مرة في الشهر. number two captain سهى is my mother's sister يعني أخت ماما. أخت ماما معنى كده إن هي خالتي وينفع برضو تبقى أخت بابا ده على حسب بقى الإجابات. هو مش يعني ما ينفعش يجيب mothers و fathers مع بعض، هيجيب واحدة من الاثنين لأن إحنا قلنا كلمة aunt بمعنى عم أو خالة، هنا كده بمعنى خالتي علشان هي أخت ماما. بعد كده answer the following questions أجب عن الأسئلة الآتية. what's captain سهى's job؟ إيه وظيفة كابتن سهى؟ she is a co-pilot هي مساعد طيار. number four why is being a pilot hard؟ ليه عملك كطيار صعب؟ because pilots work a lot of time لأن بيعملوا كثير من الوقت. and they spend all of their time بيقضوا كل وقتهم outside their homes يعني خارج بيوتهم أو خارج منازلهم. تاني حابة أذكركم بالمسابقة، مسابقة لأكتر شخص يضيف مشتركين للقناة سواء بقى أصحابه أصدقائه اللي معاه في المدرسة أو خارج المدرسة قرايبكم. طبعا أنا هنزل محتوى تاني في الأجازة، محتوى للكبير والصغير، محتوى هيعجب الجميع إن شاء الله، محتوى كويس جدا. فطبعا اكتر شخص هلاقي اسمه متكرر في الكومنتات يبقى هو ده الفائز، وان شاء الله هبعت له النقود اخر الشهر. يعني الجائزة شهرية او المسابقة شهرية، في نهاية كل شهر الفائز هيستلم جائزته. وان شاء الله المسابقة مستمرة على طول السنة، مسابقة شهرية في نهاية كل شهر الفائز هيستلم مبلغ مالي لاكتر شخص يضيف مشتركين للقناة. أكتر شخص اسمه هيتكرر في الكومنتات هو ده الفائز. لو مش فاهمين حاجة ممكن تكتبولي في كومنت أي استفسار عن المسابقة وأنا هرد عليكم.
نكمل بقى حل الأسئلة. بعد كده write an email of 7 sentences، اكتب ايميل من 7 جمل. write an email to your friend حازم، اكتب ايميل لصديقك حازم. telling him تخبره about your last summer holiday، عن اجازتك الصيفية الأخيرة. in نيويورك سيتي، اللي قضيتها يعني في مدينة نيويورك. your name is أسامة، اسمك أسامة. and your email address is osama99@yahoo.com and your friend's email address is hazemfun@gmail.com. جنب تو هنكتب اسم المرسل إليه hazemfun@gmail.com، جنب from osama99@yahoo.com، جنب subject my last summer holiday. dear hazem، how are you؟ I visited New York City last summer holiday. It is called the Big Apple. Many people visit New York every year. It is a big city. It's an exciting place. There are many shops, museums and restaurants there. See you soon، يعني أراك قريبا. بعد كده عندنا ترتيب rearrange. Number one، how often does he fly abroad؟ كده سؤال بيبدأ بـ how often. تاني جملة we miss هادي very much، نحن نفتقد هادي كثير جدا. علامات الترقيم الـ I في S في الآخر الكوستشن مارك علامة استفهام. نمبر 2 C في كابتن، الـ M في منال، طبعا هو وضع في النهاية فول ستوب، هنزلها زي ما هي كده. يا حبايبي نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أسيبكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.